هو في الحقيقة مشهد التفاف واصطفاف من الشارع المصري والشعب المصري حول قيادته السياسية. ينضم إلينا هاتفيا النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير، يعني أريد أن أسألك عن الرسالة التي يريد الشعب المصري أن يبعثها للخارج والداخل أيضا بالاختيار الذي يعني وقع عليه باختياره للسيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة. النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، هنحاول معاودة الاتصال بك مرة أخرى. ومشاهدينا، يعني مما لا شك فيه أن إعلان النتيجة جاء تعبيرا عن إرادة الشعب المصري ورسائل عدة يريد بها الشعب المصري أن يوجهها للداخل والخارج. وهناك العديد من التهاني، حيث هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب المصري العظيم. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعاظم فيها المسؤوليات، ومن ثم جاءت أصوات المصريين بمثابة تقدير لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية بتثبيت أركان الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم. نعود إلى اتصالنا الهاتفي مع سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب. وسؤالي كان عن كيف ارتأيت اختيار الشعب المصري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟ طيب، تحياتي لحضرتك. ألف مليون مبروك لشعب مصر. يعني هذا المشهد الديمقراطي المحترم، خروج ملايين المصريين عشان يستعملوا حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم. يعني الثقة الكبيرة التي أولاها ملايين المصريين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة بناء الوطن والدفاع عن أمننا القومي والدفاع عن قضايانا الإقليمية والعربية والقومية. في الحقيقة أنا شايف أنه يعني دي احتفالية كبيرة جدا، احتفاء بالرئيس، وأنه رغم الصعوبات اللي واجهتنا خلال المرحلة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، إلا أنه الثقة الكبيرة التي يوليها شعب مصر للسيد الرئيس علشان خاطر يستكمل المسيرة اللي بدأناها من ثورة 30 يونيو ظهرت فيه الانتخابات الرئاسيه. مفيش ابلغ من يعني هذا استفتاء على شعبيه الرئيس بالمناسبه. يعني خروج هذا الكم من الملايين امام صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم اخرس السنه كثيره جدا كانت تتحدث عن شعبيه الرئيس. الموقف البطولي اللي خدته القياده السياسيه والدوله المصريه تجاه القضيه الفلسطينيه، الموقف القوي اللي بناخده لحماية أمننا القومي، كل ده أثر في مشهد انتخابي رائع شارك فيه كل فئات الشعب زينه الشباب. يعني احنا شفنا الشباب، من كان يدعي بأن الشباب عازف ولا يريد المشاركة في العملية الانتخابية، ظهر الطوابير الشباب اللي كان واقف أمام يعني لجان الاقتراع بشكل مشرف. في حقيقة الأمر هذا مشهد ديمقراطي مشرف يقول أن المسار الديمقراطي اللي بدأته الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو بدأنا نسير بخطوات ثابتة عليه نحو الجمهورية الجديدة. يعني هناك من ارتأى أيضا أن الحوار الوطني والذي استمر لمدة عام ونصف العام هو الذي أسفر عن هذه المشاركة الغير مسبوقة في تاريخ الانتخابات المصرية. طبعا ما فيش شك. خلي بال حضرتك، احنا أمام يعني خامس انتخابات تشهد تعددية بهذا الشكل. كان عندنا أربع مرشحين، ثلاثة منهم رؤساء أحزاب سياسية، ومنهم احزاب تنتمي للمعارضه المصريه المحترمه. فبالتالي يعني مشهد الحوار الوطني ساهم بشكل كبير جدا لرفع التخوفات اللي كانت موجوده لدى بعض القوى السياسيه المعارضه، وكانت نتيجته ان شاركت يعني هذه التيارات وهذه القوى وهذه الاحزاب في العمليه الانتخابيه.
وعندنا المرشح رقم 3 ينتمي لحزب او رئيس حزب معارض، فبالتالي ايضا يعني نقول ان المعارضه المصريه شاركت بقوه، وانه المشهد زي ما قلت لحضرتك التعدديه الحزبيه والفئات المختلفه اللي شاركت في العمليه الانتخابيه، ايضا الحوار الوطني ساهم بشكل كبير، هو في الحقيقه معطيات كثيره جدا، وايضا يعني تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، البرنامج الرئاسي، حياه كريمه، يعني كل دي مشاهد ايضا ساهمت في مشاركه الشباب بقوه، انه بداوا يشوفوا ان ليهم تمثيل قوي في الحياه السياسيه والحياه العامه. يعني في الحقيقه هو المشهد مشهد محترم قوي، مشهد اسعدنا كثيرا، نتمنى ان احنا نستثمره ما نتوقفش عنده، نستمد منه الزخم علشان نقدر ننطلق للمرحله الجايه ان شاء الله. طب سياده النائب، يعني ده برضه هيخلينا نتكلم عن الانتخابات الرئاسيه كبروفه نهائيه للاحزاب السياسيه لبرلمان 2025، كيف يمكن ان نبني عليها؟ كيف يمكن ان نبني على ما تحقق فيها من مزيد من الوعي للفئات المختلفه، من مشاركه اكثر، كيف؟ يعني أنا قلت لحضرتك إحنا بدأنا مسار ديمقراطي لتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر. مفيش مشكلة خالص بإن دي أول تجربة يعني بهذا الزخم في الانتخابات الرئاسية تستمد منه بقى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والشبابية أيضاً، إن هي تستثمر أمامنا سنتين حتى الاستحقاق الانتخابي المتعلق بالمجالس النيابية. فبالتالي أعتقد إنهم يبنوا على القاعدة اللي موجودة دلوقتي، نشوف مراكز القوة، نشوف مراكز اللي فيها ضعف ومحتاجة يكون عليها عمل أكبر وعامل أكبر، وأنا متوسم إن شاء الله بإذن. أنا قلت لحضرتك إن مهم جدا إن إحنا نستخدم ونستثمر هذا الزخم، يعني الملايين اللي خرجت دي كان عندها رغبة كبيرة جدا إنها تشارك في الحياة العامة والسياسية. نعم بالفعل. دعمت الدولة المصرية من خلال الانتخابات الرئاسية وتنمي الحياة السياسية والحزبية في مصر، إن إحنا بقى نشوف المسار الخاص بالأحزاب يبدأوا يبنوا نفسهم، يبدأوا يطوروا من نفسهم، يتماسوا ويتواصلوا مع المواطن والشارع بشكل مباشر علشان نقدر نشوف أداء برلماني وشعبي وعام يليق بالدولة المصرية. طيب يعني نتوقف عند كلمة الرئيس للأمة، قال فيها أنه يدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، ولكن بيؤكد إدراكه بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري. سؤالي، المطلوب من المواطن المصري في الفترة القادمة؟ طيب هو طبعا مساله المطلوب من المواطن، هو في الحقيقه المواطن قدم كتير، لكن هي المساله انه تستثمري الوعي للمواطن عليه دلوقتي. زي ما سياده الرئيس قال انه يعلم جيدا حجم التحديات، انا بقول لك ايضا المواطن المصري يعلم حجم التحديات وصعوبتها، التكاتف الشعبي مع الدوله والمؤسسات، ان احنا نحاول نصلح من انفسنا، ان احنا نحاول يعني نصل الى مصاف الدول اللي احنا بنشوفهم في اطار ومناخ كويس ان احنا نصل اليهم، ده مش هيجي الا بان يبقى في وعي، يبقى في اصلاح، ان يبقى في مسانده سواء من الشعب او من الحكومه ايضا، لانه في الحقيقه ما تقدريش تفصلي الاثنين عن بعض. أكيد. يعني ما تقدريش تطلبي من المواطن ان يكون عنده قدر من الالتزام بالضوابط والقواعد والقوانين، وتتركي ايضا الاداء الحكومي، يجب ان يتماثل الاثنين مع بعض. وانا على يقين ايضا ان المرحله الجايه هيبقى فيها يعني تطور كبير جدا في العلاقة المحترمة ما بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، وإن شاء الله بإذن الله يكون الجميع عند حسن ظن الدولة المصرية ويبقى على قد التحديات. طيب خلينا وإحنا بنتكلم عن التحديات، يعني الحقيقة تحديات كثيرة والملفات متعددة مطروحة على طاولة السيد الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة، باعتقادك أولى هذه الملفات ينبغي أن يكون إيه؟ طب انا برضه هقول لحضرتك لانه صعب تتكلمي على ملف بشكل منفصل. اولا احنا في اطار النهضه الدوله المصريه عندك ملف الصناعه، وعندك استكمال ملف حياه كريمه اللي اصبح منهج حياه للمواطنين دلوقتي، عندك ملفات الصحه والتامين الصحي الشامل والتعميم، عندك القضيه الفلسطينيه والدفاع عن حدودنا وامننا القومي، وده خط احمر، ودي يعني اللي انا شايف ان الدوله المصريه وليها طبعا اهتمام غير مسبوق، والمواطن نفسه انت عندك حدود متازمه على كل الاتجاهات. نعم. عندك تحدي يعني من دلوقتي انظمه ومخططات بتتحدث عن مساله. نعم. اشعار
بحجم التحديات والمسؤوليات يشعرك بالاطمئنان انه من اهم الملفات اللي هتبقى على طاوله الرئيس هو الحفاظ على الامن القومي المصري. نعم. والحفاظ على حدودنا ومقدراتنا وحفظ القضيه الفلسطينيه واستمرار مسيره النهضه ومسيره التطوير ومسيره حياه كريمه ان شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للقيادة السياسية وللشعب المصري بما أن الأدوار متبادلة ومستمرة بإذن الله. النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.